على السلامة يا رجالة. عرابي فين؟ تعب وروحناه. لا الحمد لله على سلامته. على فكرة اللي انتوا عملتوه ده كان جامد قوي، بس يا ريت ما تعملوش مع حد تاني عشان ما تتحرقوش. ما تشغلش دماغك، هات حقنا واحنا هنطفي روحنا. لا ما هو اللي بيولع ما بتطفيش غير لما يطول الوش. لا معلش. شغالين فين قبل كده؟ كنا بنشتغل وحتان في البحر. بس ربنا سخطنا بني ادمين ولا ايه؟ والله حاجه مش موجوده في العربيه يا ابو يوسف. يعني ايه؟ في حاجه فين؟ احنا شغلتنا نجيب العربيه اللي فيها ملناش فيه. انتوا عارفين البضاعه دي سعرها كام؟ عارفين بتاعه مين؟ دي بتاعه مستر دراجون، يعني فيها موت. احنا اللي كنا هنموت واحنا بنجيب العربيه، ويمكن اللي بعت ما بعتش. لا يا اخويا، اللي بعت بعت. يبقى حقنا يحضر. لا ده عزرائيل هو اللي هيحضر. الحاجه فين؟ ولا نزل سلاح هنتلقط. الحاجه فين ابو يوسف؟ العركه لو ابتدت هنزعلوا كلنا. صحيح كنت قلت فين؟ يلا رشيد. وانت هتعمل ايه؟ انا اتصرف. اخلص اخلص. ها يا مر، قول لي بقى مين اللي كان معاك يا مر؟ مشوار كله كان لوحدي يا باشا. لوحدك؟ حكيت كده بالظبط. انتوا تشكيل يالا؟ خلاص يا باشا براحتك، شكل زي ما انت عايز. اوعى تكون فاكر انك كده بتحميهم. انت لابس لابس ولا تكونش خايف منهم؟ لا يا باشا انا خايف على وقت سعادتك. من اسم النيابة المحكمة والمر كعب داير، والحكاية لابسها بعد ما الشقيق غضروا. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم عمر محمود زكريا بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. زكريا بعد خدتك في مصر يا زكريا، مش عايز يشوف وشك لا في سيارات ولا في غيره. ها خلاص خلي بالك من نفسك. تعالى